فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك من الدكاترة في الجامعة من يمدح علم الكلام والمنطق ويحث الطلاب على تعلمه وأنه لا خوف عليهم من الزلل منه إذا درسوه، يقول: ما التوجيه في ذلك؟ والله مسألة علم الكلام وعلم المنطق، هذا أبى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله لما فتح الكليات والمعاهد، أبى أن يقرره خشية على الطلاب من خطر هذا الفن، فهذا من باب الاحتياط. أما أنه مباح أو مباح تتعلمه، مباح تتعلمه لكن مع الحذر من عواقبه. والتعلم، كونك تعلم الأشياء ما في مانع، تعلم الأقوال الحق والباطل واطلع عليها وتعلمها، لكن عند الاعتقاد وعند العمل وعند الفتوى لا تقول إلا ما تبرأ به الذمة، لا تقول إلا بالحق. وأما أنك تطلع وتدرس الأشياء الأخرى لا لاعتقادها ولا لأجل أن تصدق بها، إنما من أجل الاطلاع فقط ومعرفة بطلانها، هذانا ندرس عقائد المعتزلة والجهمية والأشاعرة لأجل الرد عليها، أو لأجل أن نعتقدها. نعم.